بيروت هي حالة انتظار، يعني مكان لواحد يرجع فيه لورا، مو لمكان واحد يقدم فيه لقدام. هاي بيروت، يومنا عادي مثل أي يوم، صباح، أكل، شغل، نوم، سهر. حتى حالة السهر هي مكان لتفريغ حالة الانتظار تبعنا، يعني لنسرع يمكن. الشام هي طاقة، يعني تبع طموح بلده، انه ناطر شيء يتساوى، ثورة، تغيير بشكل دائم، حركة، فعل. بعرف شو بدي اعمل وبعرف شو بدي اساوي لبعدين. فيها كل شيء، فيها الرفقة، فيها الاهل، فيها الراحة، فيها التفاصيل الصغيرة اللي نحنا مندور عليها. هاي الشام. ما بنخطط، انه ما بتخطط لليوم. بنفيق، بنروح على الشغل، وقتنا طويل. لو كان شغلنا بيخلص الساعة 5، في كتير وقت نحنا نعمل كتير اشياء بيومنا. معنا 100 ليرة قبل 2011 ننبسط، معنا 100 ألف ننبسط. ما يعني ما هم المصاري، بأي مبلغ هو في حالة من الفرح. حتى بعد 2011 هي حالة التغيير، هي كانت حالة فرح بالنسبة لنا، رغم كل المطبات اللي مرينا فيها، إن كان اعتقال، موت رفقاتنا، بس هي دائما فيها حالة فرح إنه في شيء جديد عم بيصير، في تغيير كتير كبير.